مش تمام، كده يا كل فن من مصدر. انا بس عايز اقول لينا كلنا، احنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ماشيين بمعدلات يعني والله فيها كتير كتير من كرم ربنا سبحانه وتعالى لينا، ان احنا نعمل الكلام دوت في بفلوس واموال هائله هائله. وبالمناسبه ديت احنا للعماله، عشان انا جات لي شكوى ان العماله مش موجوده، انا بقول يعني رسالتي للعماله، احنا حرصنا على ان احنا نوفر في كل مواقع العمل المختلفه التامين اللازم، وهنامن اكتر بالتنسيق مع وزاره الصحه والشركات ووزاره الدفاع محمد، عشان نقدر نكمل. اي حد عايز يشتغل من فضلك اطلع على العاصمه، اطلع على رشيد، اطلع على المنصوره الجديده، اطلع على العالمين، في شغل. مش كده يا اهاب؟ عشان نرجع لمعدلات طبعاً. الارقام اللي احنا بنتكلم فيها تمام. لو حطينا بقى معاهم اللي احنا المشروع الكبير يا دكتور مصطفى بتاع تبطين الترع، احنا بنتكلم بقى في عدد كبير جدا جدا داخل احزمه ونطاقات القرى والريف يعني والمحافظات. واحنا يعني الكلام اللي احنا قلناه ده يا دوبك بس هنجهز الدراسات بتاعته وننطلق في خلال اسابيع قليله، عشان المشروع ده نقدر نعمله في خلال السنتين زي ما وعدنا. انا اللي انا عايز اقوله هنا بس ليكم